بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعات قناة ياسمين للخياطة والتفصيل. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بألف خير وصحة وعافية. راح نفصل معاكم اليوم سروال يكون عريض خاص بفصل الصيف. هذا السروال يجي فضفاض وفي اللبس تاعو يجي روعة، نتمنى كامل تتوفقوا فيه. راح نحط لكم القياسات المضبوطة بإذن الله كما عودتكم دايما. إذا هنا عندي هذا القماشين من لافيبران، تقدروا تخيروا اللون اللي يناسبكم. بالنسبة للقماش تحتاجوا من متر ونصف حتى المترين، أنا هنا متوفر عندي متر ونصف فقط. هذا لطايرة إكس إل. وبالنسبة للسلعة تحتاجوا لهذا لاستيك فقط. لاستيك طبعا فيه لونين، الأسود والأبيض، تخيروا اللون تاع لاستيك على حساب اللون اللي يمشي مع القماش المتوفر عندكم. كما راكم تلاحظون عندي قماش في اللون الأسود، راح ندير له لاستيك باللون الأسود. أما بالنسبة للعرض تحتاجوا لي فيه 3 ولا 4 ولا حتى 5 سنتيمتر، هنا عندكم حرية الاختيار. بالنسبة للطول في هذا اللاستيك راح تحتاجوا 70 سنتيمتر لطاي إكس إل البنات. وراح نحط لكم بقية القياسات إن شاء الله في المستقبل. أول حاجة بديت بها هي أني طويت القماش على 4، يعني لاليزير على الجهة العلوية، وكأني راح نفصل قندورة دروات عادي جدا. طويت من جهة المتر ونصف، هنا تقريبا راح نتحصل على قيمة 35 سنتيمتر، لأنه القماش كي تشربوه رايح ينقص. ولي جاية شوي بصحتها البنات، متر ونصف ماهيش راح تكفيها، تحتاجوا حتى المترتين باه العرض هنا يكون بالزيادة. لاحظوا معايا أنا هنا العرض عندي قيمة 35 سنتيمتر. مولات هذا السروال جاية شوية ضعيفة وأيضا طويلة. نطوي القماش على 4، هذه الجهة المفتوحة، وراح نفصل كما عودتكم دايما على الجهة المغلقة. نجيب الشريط المتري، راح نحي البنات لاليزير، راح نتخلص منها مانيش راح نفصل عليها. ننزل على لاليزير ونعين قيمة 28 سنتيمتر. هنا كيكون عندكم القماش بالعرض زيادة تقدروا تزيدوا حتى 30 سنتيمتر. نعين هذه القيمة تاع 28 سنتيمتر وننزل مباشرة بخط عمودي بقيمة 40 سنتيمتر. هذا القياس تاع 40 سنتيمتر أو داخل فيه حق لاستيك البنات وحق الطية، يعني ما تخافوش نهائيا، القياسات تاعي مضبوطة تماما. من هذه النقطة نعين نفس القيمة اللي هي 28 سنتيمتر وننزل بنفس القيمة اللي هي 40 سنتيمتر ونخرج مباشرة. راح ندي القيمة كاملة اللي هي 35 سنتيمتر. كي تكون عندكم وحدة البنات شوية بصحتها، في هذه الحالة راح تحتاجوا قماش فيه حوالي 1.80 متر حتى المترتين. عاود لكم القياسات، دخلت ب 28 نزلت بقيمة 40 سنتيمتر، ندي القيمة كاملة اللي هي 35 سنتيمتر ونهز الطول الكلي للسروال. الطول العادي البنات اللي هو قياس ستاندر تحتاجوا 1.10 متر. انا هنا كيما قلت لكم الزبونه جايه شويه ضعيفه وايضا طويله ما شاء الله، راح ندي لها 1.20 متر. واللي طول تاعها عادي تحتاج 1.10 متر. نجي هنا على الجهه السفليه نحدد القياس، هذا السروال راح نديرو شويه عريض، ندير فيه قيمه تقريبا 32 سنتيمتر، تقدروا ديروا 30 ولا 32 كيما تحبوا. نعين هذه النقطه ونربط بين النقاط بين أعلى نقطة وهذه النقطة بهذه الطريقة. نتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم. تبقى لي فقط هذه الحردة تاع السروال نرسمها باليد بهذه الطريقة. هنا القماش كما قلت لكم راه مطوي على 4. طريقة التفصيل تاع السروال راهي سهلة جدا، تبعوا معايا فقط. وبعد ما فصلت الجهات الأربعة هنا راح نفرق الجهة الأمامية على الخلفية. كما تعرفوا البنات في السروال الجهة الأمامية تكون هابطة شوي من الأمام، يعني يكون شوية تغيير، ماهمش راح يتفصلوا بنفس الطريقة. نجي من هذه النقطة ننزل بقيمة 3 ولا 4 سنتيمتر كما تحبوا ونرسم هذا الخط حتى للمنتصف، يعني هذه القطعتين العلويتين راح يكونوا للجهة الأمامية، ومن هذه الحردة راح نقص قيمة 1 سنتيمتر فقط للجهة الأمامية. هنا باه ما تجيكمش هذه المنطقة منفوخة، نجيب المقص ونفصل معاكم باش تفهموا أكثر. هنا راح نهز قطعتين الاوليتين فقط اللي هما راح يكونوا تاع الجهه الاماميه. ركزوا البنات راني ما فصلتش القماش وهو مطوي على 4، فقط هزيت طبقتين من القماش وفصلت. هنا نفصل عادي جدا بهذه الطريقه، نحي القطعه الاربعه ونهز قطعتين، ندخل بهذا الميلان تاع 1 سنتيمتر اللي هو راح يكون للجهه الاماميه. هذه طريقة التفصيل البنات من أسهل ما يكون، قياسات مضبوطة تماما. نكمل نفصل بنطلون كامل ونروح مباشرة للماكينة تاع الخياطة. لاحظوا معايا هذا لاليزير البنات نتخلص منها، كما قلت لكم حاولوا ما تخدموش عليها نهائيا. ندور معاكم بهذا الشكل، راح ندير خياطة بسيطة فقط على هذه الحردتين بهذا الشكل مباشرة على الماكينة تاع الخياطة. دايما ما تنساوش البوان داري، نكمل حتى للنهاية. وطبعا كي نكمل الخياطه حاولوا تفينيو الخياطه تاعكم دائما بالزيكزاك.
ندير الماكينه في البوان بي ونحاول نزير شويه زيكزاك، يعني كل ما نخيط رايحه نفوت بالزيكزاك باه نفيني الخدمه. نكمل الجهتين ونشوفوا مع بعض النتيجه اللي راح نتحصل عليها. لاحظوا معايا بعد ما خيطت هذا الميلان ولا هذا الحردتين تاع البنطلون، نفتحه من المنتصف بهذه الطريقه، ورايحه نجيب الجهه الاماميه مقابلتني بهذا الشكل. اتمنى فقط ان يكون الشرح مفهوم، صدقوني الطريقه راهي سهله جدا، تبعوا فقط الخطوات. هنا البنات باش تفرقوا الجهه الاماميه على الخلفيه، حاولوا ديروا هذه العلامه في البنطلون من الجهه الاماميه، لانه من بعد كي تركبوا لاستيك راه ماكمش راح تفرقوا بين الجهه الاماميه والخلفيه، راح تروح لكم. يعني نكمل الخياطه، نكمل السروال كامل خياطه عاديه جدا، كي نكمل نفوت بالزيكزاك كما نوصيكم دائما. لاحظوا معايا بعد ما خيطت وكملت الخياطه بالزيكزاك، تبقى لي اني ندير الكفه على الجهه السفليه. هنا انا نحب اني نعرض شويه الكفه، ما نحبش اني نديرها صغيره. ندير زوز طيات بهذه الطريقه ونخيطها كامل. لاحظوا النتيجه اللي تحصلت عليها من اسهل ما يكون، تبقى لكم فقط المرحله تاع الحديد، من بعد فوتوا كامل على هذا السروال. نجيب هنا لاستيك كما قلت لكم البنات، القياس تاعو راهي مضبوطه بالنسبه للعرض تاع هذا لاستيك في قيمه 3 سنتيمتر، وانتم كيما تحبوا ديروا 4 ولا 5، والطول تقريبا حوالي 70 سنتيمتر. اول خطوه راح نبدا بها اني نخيط لاستيك، نجمعه بخياطه، من بعد راح نحدد الزوايا الاربعه باه نلصقه في البنطلون. هنا بعد ما خيطته راح نجيب الطباشير فقط ونحدد هذه الزوايا الاربعه، من بعد راح نلصقهم نفسهم على السروال، يعني كل زاويه تاع لاستيك اللي كنت حددتها نلصقها على السروال بهذه الطريقه. تبعوا فقط البنات، نقلب السروال على الوجه الصحيح ونجيب لاستيك. هنا راح نستعين بليزيبانجل، كل زاويه راح نجمعها مع الزاويه المقابله بهذه الطريقه، يعني نحدد الزوايا الاربعه ونجمعهم مع بعضهم. هنا بعد ما حكمت لاستيك على الزاويه الاربعه، يبقى لي فقط الجزء تاع الخياطه من اسهل ما يكون. تبعوا معايا فقط مباشره على الماكينه تاع الخياطه، نجبدو باليد بهذه الطريقة، يعني نحكم القماش على الجهتين، نجبد ونخيط. طريقة سهلة جدا حتى نوصل لزيبانج اللي كنت لصقتهم، ونكمل بنفس الخطوات حتى ندور على السروال كامل. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها، يبقى لي فقط اني ندور القماش بهذه الطريقة ونعاود الخياطة اللوتور تاعو كامل. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها، صدقوني هذا السروال رايحين تخيطوه في وقفة من أسهل ما يكون. وهنا الكفة تاع الجهة السفلية، تبقى لي الخطوة الأخيرة وهي أني نفصل الحزام اللي راح يكون على الجهة الأمامية. هذه الخطوة اختيارية البنات، كما كنت فصلت معكم البنات نحيت قطعة اللي بقات لي من الطول تاع السروال، راح نديرها كحزام على الجهة الأمامية. هنا تحبوا ديروا خيط صغير خلاص وتدخلوه في المنتصف وتخرجوه على الجهة الثانية، ولا ديروا الطريقة اللي راح نعتمدها معكم في هذا الفيديو. تبعوا معايا فقط، نجيب هذا الشريط، الطول تاعو متر ونصف، راح نحي منه قيمة 10 سنتيمتر فقط، طويته على 4 بهذه الطريقة، عينت قيمة 10 سنتيمتر. نجيب المقص ونحي هذا الشريط اللي راح نخليه للحزام، طبعا هنا راح نفصله على 2، يعني الطول تاع كل جهة حوالي 68 ولا 65 سنتيمتر، والعرض راح يكون فيه قيمة 10 سنتيمتر. طريقة الخياطة سهلة جدا، نجيب هذه القطعة نطويها على 2 بهذا الشكل، والنهاية راح ندير فيها ميلان بهذا الشكل، يعني الخياطة راح تفوت على هذا القوس، والجهة الثانية راح نخليها مفتوحة لأني راح نلصقها على الحافة تاع السروال. هذا هو الشكل تاع الأحزمة، تحصلت على شريطين بنفس القياسات. هنا خطوة ضرورية جدا أنكم تمشيو عليهم الحديد البنات على جلد لافينيسيون، نحطهم جانبا ونجيب السروال. كما قلت لكم البنات في اول فيديو، حاولوا انكم تعينوا الجهه الاماميه باه ما تروح لكمش، لانكم كي تركبوا لاستيك ماكمش راح تفرقوا جهه الامام من جهه الخلف. بعد ما تكونوا تاكدتوا من الجهه الاماميه، نجيب هذه الاشرطه ونلصقهم طريقه سهله جدا على الجوانب. نحط الحزام على الجهه المفتوحه اللي كنت ما خيطتهاش، نحطها على الجهه العكسيه بهذه الطريقه، فوت عليها بخياطه، من بعد ندور الحزام على الوجه الصحيح ونعاود نثبت الخياطه، ونفس الشيء بالنسبه للجهه الثانيه، نحطه بهذا الشكل على الجهه العكسيه ونعاود ندور ونخيط ونشوفوا مع بعض النتيجه النهائيه. لاحظوا معايا، ها
هذا هو السروال بطريقه سهله جدا البنات، صدقوني تبعوا فقط التفاصيل راح تخيطوه في وقفه كما قلت لكم، من اسهل وابسط ما يكون، يجي عريض وفضفاض ما شاء الله للبنوتات في فصل الصيف، تقدروا تلبسوه في الدار كما تقدروا تلبسوه لبرا. نعاود نذكركم هذا السروال راه يلبس تاي اكس ال اللي جايه شويه عريضه، تحتاج اكثر من متر ونصف، يعني تحتاج من 1.80 حتى المترتين. هنا البنات حطيته لكم على الارض باش تفهموا اكثر، نتمنى كامل تتوفقوا في التفصيل والخياطة لهذا السروال وتنجحوا فيه إن شاء الله. أي سؤال ولا أي استفسار حطوا لي فقط في التعليقات وراح أرد عليكم. هنا نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، نتلقاو في فيديو جديد ونخليكم في أمان الله.